بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إيماتريكس تقنية طبية جديدة تساعد على حل العديد من مشاكل البشرة دون الحاجة لفترة نقاهة وبأسرع وقت ممكن. نتابع التقرير. الحصول على بشرة مثالية يعتبر من الأمور المرغوب بها من قبل كل سيدة، فتقدم العمر، حب الشباب والجلوس في الشمس لساعات طويلة ممكن أن يترك آثاراً غير مرغوب بها كالندوب والتجاعيد حول العينين وفي الوجه. عندما تبدأ هذه العلامات بالظهور فمن المهم زيارة طبيب الجلد لإيجاد العلاج المناسب. وفي الآونة الأخيرة يقوم العديد من الأطباء سواء في عياداتهم أو في مراكز العناية بالبشرة بعلاج المرضى الذين يعانون من تصبغات أو ندبات أو التجاعيد مع تقنية جديدة وهي إيماتريكس 2. جهاز جديد اسمه إيماتريكس 2. الجهاز ده الحقيقة هو جهاز رائع جداً، ومن ضمن الأجهزة اللي احنا واحنا بنستخدمها ما بنبقاش قلقانين من أي مشاكل ممكن تحصل منه، لأنه هو آمن إلى حد كبير. جهاز بيستخدم تقنية جديدة جدا اللي هي تقنية الإيلوس، وبيستخدم موجات عالية التردد اللي هي موجات الراديو وموجات أشعة تحت الحمراء. في بعض الأحيان نستخدمه اللي هي في حاجة اسمها السابليتيف. سابليتيف ده مش هتلاقي ترجمة كلمة سابليتيف على مو في القواميس، لكن هي تقريبا الشركة عاملة الاسم بمعنى ان هو جاي من شقين، الصب اللي هو تحت، ابليتيف اللي هو استئصال. فغالبا هي تقصد الشركة بانها تقول سابليتيف استئصال ما تحت الجلد. اي التهابات في اي منطقة في الجسم بتؤدي الى بعض التليفات وبعض الاثار اللي ممكن تفضل فترة طويلة. جهاز إيماتريكس 2 ليه ميزة رائعة ان هو الموجات عالية التردد دي بتشتغل على التليفات دي وتحاول تحللها. فطبعا هو التليفات اللي بتشد الجلد لجوه وتعمل ندبة داخلية هو بيحلل تقريبا الالياف دي، وبالتالي الاثار بتتحسن مع الوقت. بينقسم الجهاز الى قسمين، قسم حاجة اسمها سابليتيف وقسم اللي هو سابلايف. سابليتيف اللي هو بيشتغل على الطبقات الخارجية من الجلد، وبيشتغل على الندبات، ندبات حب الشباب، الجروح القديمة، الحروق القديمة، التجاعدات البسيطة. السبلايم اللي هي بتستخدم الطاقتين مع بعض، موجات عالية التردد والموجات الأشعة تحت الحمراء، بتخش موردي أو أعمق في الطبقات الداخلية للجلد وتحفز تكوين كولاجين جديد. احنا عارفين ان الكولاجين هو اساس البشره او تماسك البشره، فهو بيحفز تكوين كولاجين جديد، والكولاجين الموجود بيعمله انكماش فبيشد البشره. يفضل الاطباء استعمال جهاز إيماتريكس 2 لجميع الاعمار وكل انواع البشره حالما تظهر اي علامات غير مرغوب بها، بعكس الأجهزة أو العلاجات الأخرى. فجهاز إيماتريكس 2 غير معقد والإجراء لا يأخذ وقتاً، كما أن المريض لا يشعر بأي آلام أو مضاعفات خلال فترة العلاج أو بعدها. الإيماتريكس 2 ميزته أنه هو بيستخدم زي ما قلنا قبل كده موجات عالية التردد، وليها تأثير على البشرة خصوصا الداكنة اللي بنخاف على بعض المرضى ان احنا نستخدم اجهزة تانية، لانه فعلا امن وغير مؤذي للبشرة الداكنة. في اجهزة تانية بتستخدم طاقات معينة ما بنقدرش نستخدمها على البشرة الداكنة او بنخاف عليها من المضاعفات. الجهاز ده فيه ميزة كبيرة جدا ان هو المعاناة أثناء استخدامه بتبقى قليلة جدا. اللي بيحس بيه المريض أو المريضة إن هو مجرد سخونة بيحسها تحت الجلد. في بعض الناس بتستحملها، وفي ناس يعني الحساسة شوية بنضطر نستخدم لها كريم مخدر موضعي قبل الجلسة بحوالي تلت ساعة، يبتدي يشتغل، نبتدي نستخدم التقنية معاه بكل سهولة جدا ومفيش أي مشاكل. من ضمن المميزات في الجهاز ده إن هي فترة النقاهة منها فترة قليلة جدا، يعني ممكن لو سيدة عاملة
بنقول لها تيجي تعمل الجلسة يوم الأربعاء مثلا، الخميس والجمعة أجازة، تبتدي تباشر عملها يوم السبت، مفيش أي مشاكل، وبيبقى احمرار طفيف جدا. وحسب، لأن احنا بنستخدم عدة طاقات، طاقة ألف وب وجيم، الطاقة الأولانية بتسيب حمار خفيف جدا في خلال 24 ساعة يكون منتهي. العامل الأهم للعديد من المرضى هو عدد الجلسات والوقت الذي يحتاجه المريض لكي يلمس النتائج. عادة بتبدأ النتائج من أول جلسة، حوالي 20 دقيقة، يعني أقل حسب الحالة اللي موجودة معنا. بيشعر المريض يعني فرق من أول جلسة، بيبتدي يحس، لكن مع تعدد الجلسات كل مرة بيشوف نتيجة أحسن وأقوى. بمعنى أن احنا ممكن نوصل لجلستين أو ثلاثة كل من 4 ل6 أسابيع. إذا كنت تعانين سيدتي من صبغات أو ندوب أو تجاعيد وتبحثين عن حل ذو نتائج سريعة وملموسة، فتذكري مميزات إيماتريكس 2. آمن على الجلد، يستخدم على البشرة الداكنة، يعالج حب الشباب ويعالج التجاعيد، ويستخدم أيضاً في علاج ترهلات الجلد الناجمة عن الشيخوخة، وأخيراً علاج الندبات القديمة. إذا مشاهدينا الكرام تابعنا التقرير، وإحنا ما زلنا في عالم التجميل والجمال، لكن هذه المرة حنتعرف على تجربة مديرة صالون وسبا أوريانا السيدة زينة النابلسي. يسعد مساك يا زينة. أهلا وسهلا فيك. الله يخليك زينة. يعني أنت شايفة الأيام هذه في انتشار شديد وأعداد الصوالين بتزيد كل يوم عن يوم، وخدمات منافسة هنا وهنا، حكيني شوية عن تطور اللي بتشهده هذه الصناعة خلال الفترة اللي فاتت. أكيد خلال الخمس سنوات خلينا نقول اللي فاتت زادت أعداد الصالونات بشكل رهيب، يعني البيوتي سنترز والصالونز زادت بشكل كبير جدا وبشكل ملحوظ. يمكن أنه سبب الزيادة يكون زيادة سفر الناس، وجود الانترنت والسوشيال ميديا خلى عندهم وعي كبير بكل شيء جديد في الفاشن وفي البيوتي، هذا اللي فتح مجال لوجود عدد كبير من الصالونز. يعني تتوقع أنه ممكن أحد الأسباب أيضا أنه حب السيدات كمان للتجميل والتزيين والظهور بمظهر يكون جديد كل مرة وملفت؟ يعني أنا شايفة السيدات بيقبلوا بشكل رهيب على هذا الصوالين، صح؟ Of course. يعني بديفرنت ليفلز الناس، ايا كان المستوى، اختلاف المستويات، اقبالهم المتزايد على الصالونز وعلى التجميل وعلى العنايه بنفسهم صار ملحوظ وكبير جدا. مزبوط. طيب التحديات او المشاكل، خلينا نقول المصاعب كمان اللي بتواجه هذه الصنعه وهذا المجال، اكيد يعني هو ممكن يكون مربح بعض الشيء ما شاء الله، لكن بنفس الوقت خلينا نقول انه هو في تحديات، ما هو سهل. أكيد. يعني ما هو سهل انك انت، هذا من وجهه نظري انا حابه الحقيقه منك، انك تعملي صالون وتكبري هذا المجال وتعملي له افرع، فايش التحديات اللي بتواجه؟ اكيد في تحديات. يمكن اكبر التحديات هي التصاريح والحكومه والتراخيص والاوراق، واحد من اهم التحديات او المشاكل اللي بنواجهها في هذا المجال. انه قصدك انه عشان تاخذي تصريح، عشان تقدري تاخذي تصريح بيكون في خطوات جدا طويله يعني ومعقده الى حد ما. وكمان واحد من اهم التحديات هي الحصول او ايجاد الستاف الكفء اللي فريق عنده العمل. فريق العمل المدرب اللي عنده خبره اللي يقدر يؤدي خدمه بشكل نقدر نقول توصل لمستوى عالمي، يعني زي ما احنا بنطمح. فاكيد في تحديات كثيره، بس اعتقد هدول الاثنين ممكن يكونوا من اهم التحديات اللي بنواجهها. المنافسه ما بتشكل لك تحدي؟ هلا انا عندي كلمه ومقوله يعني مشهوره عني في أوريانا، انه انا في أوريانا ما بشوف انه في منافس. يمكن احنا في أوريانا مميزين بكتير اشياء، فهذا اللي خلى أوريانا كتير سبيشل ومميز، فما بفتكر ان المنافسه هي اللي بتكون سبب او تحدي بالنسبه لنا. لا، مش المنافسه. يمكن طب انت كيف شايفه سوق المنافسه في الموضوع، المنافسه بين مراكز التجميل والصوالين؟ احنا دائما بنسمع انه صالون في جده، صالون فلانة فتحوا، أسماء كلها كبيرة، فكيف شايفة التحدي والمنافسة؟ أكيد هلأ المنافسة في الأغلب
حتكون في صالح الزبونة. يعني كل ما فتح عدد أكبر من الصالونات وكل ما انتشر مجال التجميل أكتر كل ما إدى فرصة أكتر لكل حد أنه يقدم أحسن ما عنده، فبالتالي المنافسة حتكون لصالح الزبونة في النهاية يعني. بس ما بفتكر أنه المنافسة حتكون يعني عائق لأي حد بيطمح للنجاح يعني، بس حتكون في صالح الزبون في النهاية. طب أنت كمديرة أوريانا ويعني هذا المنتج أنا أعتبره منتجك الخاص وأكيد ما أخذ كثير من وقتك، أكيد. إيش اللي يميزه عن باقي الصوالين؟ أوكي. هلأ أوريانا زي ما إحنا الكل بيعرف إنه أوريانا عربي سعودي 100%، بس بنقدم خدماتنا بتوصل لمستوى عالمي وعالي الجودة جداً. في أشيين بيخلوا أوريانا كتير سبيشل مميز. إحنا بنترك بصمة خاصة فينا في كل خدمة إحنا بنقدمها، يعني دايماً في زي ما بقولوا سيجنتشر لأوريانا على كل توقيع أوريانا أو بصمة أوريانا موجودة في كل الخدمات اللي إحنا بنقدمها. بالإضافة لهذا أوريانا بيخلق جو كبير من الدفء والحميمية بيننا وبين دربتوا الستاف عندكم كيف يتعاملوا مع بالطبع في بداية أوريانا مشكلة أحياناً بتكون هي مشكلة، بس في ناس بتتقبل والحمد لله إنه ستاف أوريانا يعني بعتبرهم إخواتي بناتي صحباتي من النوع اللي جدا إخواتي بيتقبل. صحباتي ممكن أتقبلها، بناتي معلش حوقف هنا عندك يا زينة معلش. طيب أوريانا كلمة أوريانا هذا يعني اسم عالمي ماركة عالمية زي ما نقول براند عالمي ولا هذا محلي؟ لا أوريانا عربي سعودي 100%، بس زي ما ذكرت لك إحنا بنقدم خدماتنا بطريقة عالمية بجودة عالمية، لكن هو سعودي عربي 100%. طيب أكيد عشان تبدأ بشيء في خطط في خطوات بتعمليها أكيد. فأنا أبغى أعرف منك أنتوا في خطط لكم مستقبلي، أنتوا متوسعين ما شاء الله في جدة. إحنا عندنا حاليا في جدة فرعين. في جدة فرعين إن شاء الله يكونوا 20 وعمر أوريانا نقدر نقول 5 سنوات يعني، ففرعين خلال 5 سنوات ما شاء الله الحمد يعني لله ظل يعني. هذه المنافسة أكيد. إيش خططكم المستقبلية؟ إن شاء الله أوريانا حيفضل على نفس المستوى، حنفضل نقدم خدماتنا بنفس المستوى العالي الجودة العالمي، وأكيد حنوسع فروعنا في المملكة وفي العالم العربي في العالم كله إن شاء الله. طب لازم يا زينة اللي تدخل هذا المجال تكون دارسة تجميل؟ يعني أنا أبغى أسألك بطريقة غير مباشرة، أنت دارسة تجميل أصلاً؟ لا أنا درست في University of Arts London، London College of Fashion. دراستي كانت شيئين Fashion Styling و Fashion Marketing and Promotion. في فترة من حياتي ما هو بعيد في فترة من حياتي اشتغلت مع لوي فيتون، براند فرنسي عالمي يعني مشهور مش محتاج أنه أنا أتكلم عنه. أخذت معاهم خبرة ممتازة وكان مجال شغلي كمان مع LV اللي هو PR and Marketing. بعد فترة من شغلي معاهم حبيت أعمل شيء خاص فيه، وابتدت معايا فكرة أوريانا بمساعدة ناس كتيرة يعني وقفوا جنبي وابتدت فكرة أوريانا من هنا. بس الباكجراوند تبعي تقدري تقولي فاشن، بس ما بتخيل إنه الأزياء والتجميل بعاد عن بعض، بالعكس يعني شيئين بيكملوا بعض. طيب يعني عشان تنجحي وتتميزي لازم يكون في تخطيط زي ما قلت وماركتينج وفعاليات، أنا أبغى أعرف منك إيش الفعاليات اللي بتعمليها؟ أوكي بأوريانا يمكن في فعالية مهمة اللي إحنا اليوم حنتكلم عنها ميجر أو تسلط عليها الأضواء بشكل كبير، بس إحنا دائما إذا بتيجي عندنا أوريانا حتلاقي إنه إحنا متواجدين في أشياء كثيرة. يعني إحنا بعيد الأم بنكون متواجدين، السنة هذه في البريست كانسر كان عندنا إيفنت مهم، بالتخرج، بأشياء كثيرة أوريانا بتكون موجودة فيها. بس بتحرصوا في المناسبات الاجتماعية اللي هي ما الطابع العاطفي شوية الأم التخرج، إيش بتلمسوا في الناس؟ إيش بتحاولوا توصلوا للناس؟ بنحاول نوصل إنه أوريانا قريب، يمكن إحنا الأشياء اللي إحنا بنهتم فيها اللي بتكون قريبة من المرأة، يعني لأنه نشاط أوريانا كله نسائي، فالإيفنتس اللي إحنا بتهمنا أو الفعاليات أو المناسبات اللي بنكون مهتمين فيها أو متواجدين فيها بتكون لها علاقة بالمرأة يعني بشكل كبير. فبنحاول نوصل لكل مرأة أو كل سيدة في المجتمع السعودي إنه أوريانا دورها مش فقط تجميلي، أوريانا جزء كبير من المجتمع يعني شيء في المجتمع، فما بيكون دورنا منحصر فقط في التجميل يعني بنكون معاهم في إيفنتس كثيرة في أشياء كثيرة ومناسبات كثيرة. دائما في الصوالين بنسمع إنه في مزين عالمي بيجي أو مزين عربي
للشعر بيجي او للمكياج حتى. مزبوط. في كل صالون احيانا بيكون مره مزين شعر من لبنان احيانا من مصر. انت اخترتي محمد الصغير. مزبوط. من مصر اللي هو السيدات لما بروح القاهره بيعملوا حروب عليه. محمد الصغير. بالضبط. ايوه. فحكيني عن تجربه وجود مزين عالمي عندكم او مزين عربي عندكم. اكيد. اوكي. لما احنا فكرنا نعمل ايفنت كان كل فحوى الايفنت بتتكلم عن الويدنجز والموسم الافراح ل 2013، ايش في اشياء جديده في الفاشن ترندز في البيوتي الميك اب والشعر لهذا السيزون لسيزون 2013. فكرنا انه خير تتويج او خير اضافه او تميز لهذا الايفنت اللي احنا حابينه انه يكون جدا سبيشال مميز لكل زبائننا المميزين، ما كان عندنا اي شك انه وجود شخص عالمي المستوى زي محمد الصغير الا انه حيكون تتويج واضافه كبيره لاوريانا، اضافه لتاريخ اوريانا نفسه واضافه كمان لمسه للزباين المميزين اللي عندنا. فما كان عندنا، عارفه لما تقولي ما في اوبشنز او تشويسز من جمال محمد الصغير او من قيمته، فما في شيء ثاني يضاهي وجود محمد الصغير كان في اوريانا يعني. بالتأكيد. احنا نتمنى لكم كل التوفيق ويعطيك عافية وشكرا تواجدك بسيدتي يا زينة. الله يعافيك. شكرا لك. إذا مشاهدنا الكرام بعد هذه الفقرة ما زالت فقرات سيدتي مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. أنت متفوقة معها والطموحة معها، السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، تعلق الفتاة بأبيها وحب الابن لأمه، متى تخرج من الإطار الطبيعي إلى الحالة المرضية؟